أكد للإخبارية وكيل جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور فريد الغامدي جاهزية البنية التحتية في الجامعة ومنظومة العمل عن بعد. معاملات الجامعة الإدارية والمالية يتم إدارتها عن بعد، يعمل عليها العدد المطلوب في مثل هذه الظروف من الموظفين، توفر الدعم التقني الكامل لإنجاز هذه المعاملات دون أن تتأثر أمور الجامعة ومتطلباتها ومطالبات الجهات المرتبطة بها، سواء في داخل الجامعة ما بين القطاعات المختلفة أو مع جميع المؤسسات الحكومة، القطاع العام والقطاع الخاص ووزارة التعليم كمرجع لهذه الجامعة. وعن المعاملات التي أنجزتها الجامعة خلال الفترة السابقة، أوضح الغامدي بأنه تم الاعتماد على أحدث التقنيات ونظم الاتصالات لتسيير العمل عن بعد. جميع الأعمال المنوطة بها والمهام اللي كان يجب أن تنجزها في الظروف العادية تم إنجازها بكل كفاءة واقتدار. إحنا نتكلم على سبيل المثال على نظام الاتصالات الإدارية، تتكلم عن 156 ألف إجراء إداري داخلي وإجراء خارجي لا يقل عن هذا العدد في المعاملات. طبعا هذا ليس عدد المعاملات، لكن الإجراءات التي تمت، هذه الإجراءات تمت بأيدي موظفين يعملون عن بعد، والبعض الموظفين المطلوب العمل في الظروف الخاصة أن يكونوا متواجدين في المكاتب كانوا أيضا متواجدين. الإلكترونية في جامعة أم القرى تجاوزت 1 مليون حركة خلال الفصل الدراسي الثاني، وأكثر من 48 مليون زائر للبوابة الإلكترونية، أرقام تتحدث عن نفسها خلال الفصل. ومنذ بداية دخول هذه الجائحة تعمل الجامعات على تسيير الأعمال، وينقسم فريقها ليعمل من المكاتب وعن بعد. بالنسبة للعمل عن بعد يمكن فيه مرونة أكثر من العمل في ساعات الدوام الرسمي، يعني مثلا أنت بتكلف في مهمة ممكن تقوم بها في أي وقت يعني أنت تكون فيه فاضي. طبعا في بعض الأعمال قد تأخذ منك في العمل المعتاد أو العمل يوم يومين، لكن بما أنك في العمل عن بعد ممكن تنجزها في نفس اليوم لأنه عندك وقت أكبر وأريحية أكثر. يعني عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى تتابع الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدمها الجامعة، وهي المسؤولة عن البنية التقنية التحتية، وعملها يستمر على مدار الساعة. برنامج تقنية المعلومات قاموا معنا بجهد جبار وسهولة، يعني أصلا من أول إحنا عندنا العمل عن بعد عن شبه عن بعد، لكن يتطلب إيش؟ وجود بعض تعرف عندنا إدارة موارد بشرية لابد وجود بعض موظفين، يعني حتى قسمنا يعني انه عدد الموظفين على كل قسم، كل شخص يجي مرة واحدة في الأسبوع. أنجز معاملاتك عن بعد وسلامتك غايتنا، شعار اتخذته عمادة تقنية المعلومات لتفعيل وتوجيه الجميع للخدمات الإلكترونية التي تشترك في نجاحها وكالات الجامعة والعمادات والكليات والمعاهد. لقناة الإخبارية، خالد المطرفي، مكة.